لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال ابن جرير رحمه الله، يعني جل ثناؤه بقوله إن الذين يلحدون في آياتنا، إن الذين يميلون عن الحق في حججنا وأدلتنا ويعدلون عنها تكذيبا بها وجحودا لها. اختلف أهل التأويل في المراد بمعنى اللحد، اللحد هو الميل عن الحق بمعنى الإلحاد. اختلف أهل التأويل في المراد به من معنى الإلحاد في هذا الموضع. قال بعضهم أريد به معارضة المشركين القرآن باللغط والصفير استهزاء به. عن مجاهد: إن الذين يلحدون في آياتنا، قال المكاء وما ذكر معه. المكاء هو الصفير، وما ذكر معه اللي هي التصدية التسقيف التصفيق. وقال بعضهم أريد به الخبر عن كذبهم في آيات الله، عن تكذيبهم يعني. عن قتادة: إن الذين يلحدون في آياتنا، قال يكذبون في آياتنا أو يكذبون في آياتنا. وقال آخرون أريد به يعاندون. عن السدي: إن الذين يلحدون في آياتنا يشاقون يعاندون. قال آخرون أريد به الكفر والشرك. قال ابن زيد: هؤلاء هم أهل الشرك، الإلحاد الكفر والشرك. وقال آخرون أريد به الخبر عن تبديلهم معاني كتاب الله. عن ابن عباس: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، قال هو أن يوضع الكلام على غير موضعه. قال: وكل هذه الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك قريبات المعاني، وذلك أن اللحد والإلحاد هو الميل، قد يكون ميلا عن آيات الله وعدولا عنها بالتكذيب بها، ويكون بالاستهزاء مكاء وتصدية، ويكون مفارقة لها وعنادا، ويكون تحريفا لها وتغييرا لمعانيها. ولا قول أولى بالصحة في ذلك مما قلنا، وأن يعم الخبر عنهم بأنهم ألحدوا في آيات الله، كما عم ذلك ربنا تبارك وتعالى. أو الأقوال: إن الذين يميلون عن الحق، كل ذلك ميل. وقوله: لا يخفون علينا، يقول تعالى ذكره: نحن بهم عالمون لا يخفون علينا، ونحن لهم بالمرصاد إذا وردوا علينا. وذلك تهديد من الله جل ثناؤه لهم بقوله: سيعلمون عند ورودهم علينا ماذا يلقون من أليم عذابنا. ثم أخبر جل ثناؤه عما هو فاعل بهم عند ورودهم عليه، فقال: أفمن يلقى في النار خير
أما يأتي آمنا يوم القيامة يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله لهؤلاء الذين يلحدون في آياتنا اليوم في الدنيا يوم القيامة عذاب النار لهؤلاء الذين يلحدون في آياتنا اليوم في الدنيا لهم يوم القيامة عذاب النار. ثم قال أفهذا الذي يلقى في النار خير أم الذي يأتي آمنا يوم القيامة من عذاب الله لإيمانه بالله جل جلاله. هذا الكافر إنه إن آمن بآيات الله واتبع أمر الله ونهيه أمنه يوم القيامة مما حذره منه من عقابه إن ورد عليه يومئذ به كافرا. اعملوا ما شئتم هذا عيد وعيد من الله لهم خرج مخرج الأمر. عن مجاهد اعملوا ما شئتم قال هذا وعيد إنه بما تعملون بصير. يقول جل ثناؤه إن الله أيها الناس بأعمالكم التي تعملونها ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه منها ولا من غيرها شيء. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يقول تعالى ذكره إن الذين جحدوا هذا القرآن وكذبوا به لما جاءهم عن بالذكر القرآن عن قتادة قوله إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا بالقرآن وإنه لكتاب عزيز. يقول تعالى ذكره وإن هذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفا أو تغييرا من إنسي وجني وشيطان مارد. عن قتادة قوله وإنه لكتاب عزيز يقول أعزه الله لأنه كلامه وحفظه من الباطل. عن السدي وإنه لكتاب عزيز قال عزيز من الشيطان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال بعضهم معناه لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من خلفه. النكير يعني الذي ينكر عليه. عن سعيد قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال النكير من بين يديه ولا من خلفه. وقال آخرون معنى ذلك لا يستطيع الشيطان أن ينقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا. قال والباطل هو الشيطان. وقوله من بين يديه من قبل الحق ولا من خلفه من قبل الباطل. عن قتادة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الباطل إبليس لا يستطيع أن ينقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا. وقال آخرون معناه إن الباطل لا يطيق أن يزيد فيه شيئا من الحروف ولا ينقص منه شيئا منها. عن السدي قال لا يأتيه الباطل قال الباطل الشيطان لا يستطيع أن يزيد فيه حرفا ولا ينقص. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال معناه لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو فيه وذلك هو الإتيان من بين يديه ولا إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلفه. لا يستطيع أن يبدل شيئا من حروفه ولا معانيه ولا أن يدخل فيه ما ليس منه. تنزيل من حكيم حميد. يقول تعالى ذكره وتنزيل من عند ذي حكمة بتدبير عباده
وصرفهم فيما فيه مصالحهم حميد يقول محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.